فشوفهم. وزي ما احنا شايفين لما الشخص يدخل في حالة الغيبوبة عضلة اللسان ترتخي وتنزل وتسد مجرى التنفس، وهنا يحصل الاختناق. شفتوا قبل شوي كيف اللسان يرجع ويسد مجرى الهواء؟ احنا الان وشلون نحل الموضوع؟ هل ندخل يدينا نفتح فمه ونسحب اللسان ولا شو السالفة؟ هذا غلط. وانتبه انك تهز اللاعب او تميله على جنب او تحرك راسه او عمود فقري او انك مسوي فاهم، هذا خطأ ويضره وما يفيده. شوف هذا احد الاخطاء، طبعا لاعب اصيب جو اخوياه حركوه وفلموه به، شوف بيجي واحد يهزه الحين ويجي واحد ينخله من تحت، هذا غلط. انك اصلا هزيتها ولا ما هزيتها ولا تقول يا فلان قم، يا ما راح يستجيب لك، هو في غيبوبه وتامه ما راح يدري عنك. بس وش الحل؟ الحل ترى في ثواني وسهل، وهذا الحل عندنا، مجرد ترفع الراس بس من هنا، شوف كيف يدخل مجرى الهواء بسلاسة في ثواني معدودة. شفت كيف؟ مجرد بس ما نقول كذا بيد هنا ويد هنا، ارفع الراس، إذا رفعت الراس مجرى الهواء ينفتح في ثواني. للتوضيح أكثر، هذه يد على الجبهة ويد على الدقن من تحت، وترفع الراس، شوف كيف اللسان يطلع فوق، وانتهى المسلسل. الطريقة اللي شفناها قبل شوي مو بس البلع اللسان، أي شخص تشوفه في حالة إغماء سواء بالملعب بالشارع في البيت، هذا معناه أنه ما يوصل هواء ومختنق، بس سوي له كذا. يوم قلت في بداية السنابات أن في ناس كثير فقدناهم، وش معناها؟ معناها أن في أشخاص يموتون في بيوتهم بسبب الاختناق وهم ما يدرون عيالهم عنهم. تحصل لكبار السن فرضا فجأة يغمى عليه وترتخي عضلات الجسم وتنزل عضلة اللسان على حلقه ويختنق، وعياله حوله وملخمين وش السالفة، هذا السبب. ويحسبونه في سكرات الموت، وتشهد وما تشهد، وين يتشهد رجال في غيبوبة؟ فقط ارفع راسه وخلي الهواء يمر في مجرى التنفس بإذن الله يصحى. وتذكروا دائما بهالحركة البسيطة اللي ما أخذت منكم ثانيتين بتنقذون بها حياة إنسان. ساهموا في نشر هذا المقطع ولكم الأجر والثواب.